السوداني. الضمك اهي لقطات من الحضور الجماهيري وجماهير النادي الاهلي اللي كانت حريصه على استقبال بعثه النادي الاهلي اول ما وصلت السودان. انا مش عايز اتكلم كتير، اسمعوا كده بس معايا الهتاف اللي الجمهور بيقوله للاعيبه الاهلي اول ما وصلت مطار السودان. لقطة مهمة جدا كان لازم نختم بها حديثنا، لكن سريعا اخد كده مشاركة